بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 10 lesson 3 يونت 10 lesson 3 عندنا فيه يا شباب حبيبي، ما اللي طلع ملغي lesson 2 وعادي يعني شوية كلمات وخدناهم وخلاص يعني تمام. باقي اليونت عليك، باقي اليونت عليك 3 و4 و5 و6. طيب عندنا ايه في اليونت ديت؟ درس اسمه امبراتيف. امبراتيف عارفينه قبل كده، اللي هو اسلوب اسلوب الامر. واخدين ان احنا اقول لك افتح الباب، اقول لك اوبن ايه؟ اوبن ذا دور. تمام؟ عايز اقول لك ما تفتحش الباب، هقول لك don't open a don't open the door. معنى كده ايه؟ ان انا لو عاوز ادي فعل امر هقول حبيبي ماشي قاعده في اماكن فاضيه اهو، تعالى هنا اهو فاضيه اهو. فعل ايه؟ امر، يبقى احط فعل مصدر. فعل مصدر في حالة الأمر المثبت، طب في حالة الأمر المنفي هقول don't مع الفعل في المصدر، يعني أقول لك لا تذهب يبقى don't go، اذهب روح يعني يبقى أقول لك go، stand up يبقى أقف، don't stand up يبقى لا إيه لا تقف. بس هو ده درس الجرامر اللي عليك في جرامر. في مشكلة الكلام ده؟ صعب في حاجة؟ مستر ممكن تعيد عشان احنا لسه داخلين؟ اسلوب الامر عندي يا محمد تاني، انت امرنا اسلوب امر، عايز اقول اعمل الحاجه ديت بجيب الفعل اللي انا عايزه، يعني عايز اقول لك اذهب هقول لك كده جو، تمام، هقول لك تعالى هقول لك كم، طيب لا تاتي هقول لك ما تجيش النهارده مثلا يبقى دونت ايه دونت كم. اي عندك سؤال؟ هقول لك دونت ايه دونت كم دونت جو لا تذهب، تمام، don't shout ما تزعقش، don't talk خلاص. طيب في طريقه تانية للنفي بقى او للامر بس للتاكيد اكتر، ااكد عليك الحاجه ديت، او عايز اقول لك مثلا ايه، دايما استمع لنصيحه والديك. اقولها لك ازاي؟ always listen to your parents، يبقى دائما استمع لايه؟ لوالديك. تمام، always listen، انا ممكن اقول listen كده نصيحه عاديه، listen to your a parents، لا انا ممكن ازود التاكيد اكتر فاقول لك always listen to your a parents. طب لما اجي اقول مثلا don't go away، don't go away، حد بيقول لك مثلا ما تروحش بعيد، don't go away، بدل ما اكتب don't انا ممكن اقول لك كده never go away، never go away، أبداً لا تذهب إيه؟ بعيداً، never go away. تاني أسلوب الأمر، بقول فعل أمر خلاص يعني فعل مصدر مفيهوش مشكلة، عايز أأكد أكتر عليه بقول always مع فعل إيه؟ مصدر. عايز أقول لك لا تفعل بقول لك don't والفعل إيه؟ مصدر. طب أبداً لا تفعل يعني بأكد النهي ده، بأكد عليك إن أنت ما تعملش الحاجة، أشيل don't أحط مكانها مين؟ never، بس خلصنا كده. تمام؟ نشوف الاكسرسايز ونشوف اليونت وبقيتها. كان في مستر يوم؟ في ثانية بكرة؟ لا حبيبي ما فيش، يوم السبت ان شاء الله الصبح. مكان هنقوله يا جماعه، هنقوله على الجروب يا جماعه، دي ليسن اي 3 صح؟ ده تو مكان ده وقرنا حلينا على تو صح؟ حبايبي اي حاجه انا بعوز اقولها هقولها على الجروب، فنتابع الجروب. تمام. بيقول لك don't run in the library، don't run in the library، لا تجري في المكتبة. طيب تعالى نشوفه ليه ما يجريش في المكتبة. طيب
page 148 Read and choose the correct answer from A, B, C, or D. يلا يا جودي. A, open the door. It's hot. Don't. حبيبي كل واحد في دوره لو سمحت. Don't. Two, A, your room. It's dirty. Clean your room. Clean your room. It's dirty. Not eat in the library. Don't. ماشي. كل واحد قال واحدة. ماشي. مش عشان كله يقول. A, into the elevator. Go into. Elevator اللي هو المصعد. تمام؟ Five. Don't A, up and down. لولو يلا. Don't jump. مصدر. Don't in your time. Don't waste your time. Eat a cake in the oven. Don't boot. Eight. Farida. Eat up the trash. Put, sorry, pick. Jana, don't eat late tomorrow. نعم. والمصدر was. ايه هو المصدر من ايه يا جانا؟ Don't be يا جانا. Don't be. لا تكون. مصدر بتاع ده اسمه verb to be. ايه don't was دي؟ ten two rewrite ليه you shouldn't talk loudly بدل ما اقول لك بقى you shouldn't talk اقول لك don't talk loudly فهنمشي بنفس الطريقه you have to stand back اقول لك ايه امر على طول ها فين المصدر؟ لا مش هاب هنا هاف تو دي بمعنى ايه؟ يجب ان فين اللي اعمله؟ ستاند باك يبقى الاسلوب الامر كده على طول ستاند باك زي ما بقول لك ستاند اب ستاند باك تراجع ارجع ورا ادهم يو نيد تو ايت هيلثي فود هيعوز منك ايه؟ يعني هيعوز منك ايه مثلا؟ اللانش بوكس بتاعك اعطي امر هو بيقول لك اهو فاضل يقول لك ايه اكتر من كده؟ اعد كتابه الاتي بصيغه الامر قايل لك عربي وانجلش يعني ايه يو نيد؟ تحتاج تو ايه؟ healthy food يبقى انا المفروض امرك او انصحك اقول لك ايه على طول انا اقول لك نيد اقول لك احتاج ان تاكل احتاج ولا ادفع يا ابني انا اقول لك انت محتاج تدفع ولا اقول لك ادفع على طول ادفع صح يبقى eat على طول eat healthy food مش نيد لسه You can't be late. Omar. Don't be late. لا تتأخر. Don't be late. Yet. You shouldn't make noise. Don't make noise. You should listen to me carefully. Yusuf.
ايه؟ لاست لاست ايه؟ لسن انت اخنف يلا لسن تو مي قال ايه؟ يا عم ما علينا تي سايلنت يا حبيبي listen to me carefully رب صبرني خلاص يا خلاص يا عم النجم انت اهو خلاص يلا يا سين ايه fruits and vegetables to stay healthy مستر ايوه مستر معلش عشان لسه طالعة وداخلة دلوقتي عشان النت عندي كان ضعيف. هو انا كنت صفحة كام وكتاب ايه؟ كتاب ايه؟ كتاب حياتي كان كتاب حياتي كونكت كتاب كونكت بيج كام؟ سبحان الله البت دي الصفحة ممسوحة 130 50 150 يلا يا ياسين ايه fruits and vegetables to stay healthy eat eat in the library. Don't eat. Eat your book back in 2 weeks. ها؟ ايه؟ سي اسمها ايه سي؟ بيري برينج برينج Don't eat your water inside. Don't drink ما تشربش جوه البتاع دي المكتبة يلا يا ستيفن ايه use your mobile phone here don't وليد don't eat your book ها lose don't lose your book ستيفن stop making noise and listen to me and علي هاري وليد ايه وليد ايه هاري اب هاري اب اسرع or you well مش في well يلا يبقى اجيب بعدها مس دي يبقى or you well مس ايه يعني شهلي والا الاتوبيس هيفوتني طب ايه or دي or والا الوزة دي يلا وليد don't write حاضر in the book بتكلموني بلهجة وحشة خالص على فكرة كل شوية اعمل وما تعملش قول يا ابني يا ابني قول واخلص حاضر يا حبيبي don't do تحت امرك يا سيدي حاضر يلا don't be kind سوري don't انا بقول برضو يعني don't be unkind ها to your friends 1a 2 study the lesson again الاء ايوه يا مستر study the lesson again ها and do the اللي هي مستر نمبر دي تمام دي يبقى study the lesson again ذاكر الدرس تاني and do the exercise للتدريب 3 don't come late or you will يلا يا نيرمين
نمبر 3 دونت يعني هتبقى كم نمبر 2.5. تبقى نمبر سي يا مستر. Don't come late or you will miss the first lesson. ما تجيش متأخر وإلا or you will miss the first lesson. هيفوتك الحصة الأولانية. 3B أكيد 4B 4C بقى. Don't tell لا تخبر anyone your password. اللي جاي بقى تعمل ايه في المكتبة وما تعملش ايه؟ مين اللي قال كتبناها بس؟ انت بتشتغلني يالا؟ انت يالا تعمل مع بابا كده يالا؟ كتبناها. انت كتبتها فين بقى دي؟ فين كده بقى؟ كتبتها فين؟ السلام عليك ادب وافتكاساتك. سلام سلام رائع. هو بيقول لك يا حبيبي what should or shouldn't do inside a park في حديقة. We should keep the park and the environment clean when you are in a park, comma, don't throw trash on the grass when you are. Don't pick flowers don't make loud noise. Take turns on the rides. Rides اللي هي الألعاب، يعني لو في بارك الألعاب تاخد دور، يعني مش هي الزحلقة دي بتاعتي أبويا اللي مزحلقها لي، فاهم؟ لا. On the rides with the others. Others يعني مع الآخرون. Don't ما نعملش ايه كمان مثلا؟ لا ما انا رايح الجنينه يعني مش عالي ستي لي انا اصحابي. don't break the rides or the benches or the benches. بريك بيك يقطف. واللي يرتب تقطف لها الحاجات دي اصل امي هتخرطها تعملها لنا بقى. بطل كيب وفول ستوب. دونت وفول ستوب كلها فول ستوب. كناش هنكمل الحصه، ما كناش هنكمل الحصة من غيرك. ده احنا كنا قاعدين عليك. خلاص اخر كلمة بنش. بس Gabby, learn the lesson.
مين جابي ده يا جدعان؟ بس فور حفظ صح؟ جابي يتعلم درسا. لسن بقى يا جماعه النبي، خلينا نشوف يعني منتهى التشويق اللي احنا فيه ده. جابي learn the lesson. The donkey who is talking, please stop talking. يعني please، يعني please. The two donkeys who are talking, please stop talking. Another donkey is speaking now. Now, once you talk, you become a donkey. Do you know that? Stop talking. Stop talking. One day, a villager wants to sell his beans in the market. راجل زرع شوية فول حلوين كده، تمام، عايز يبيعهم في السوق. But he couldn't walk far. مش عايز يمشي ايه كتير. His camel. Camel بتاعه بقى جابي. اسمه ايه؟ جابي. Say it. Give me the sacks of beans. Sacks of beans اللي هي الشنط اللي فيها الايه؟ الفول. ده مين اللي اتكلم؟ جابي. مين جابي ده بقى ان شاء الله؟ The camel. I will take them to the market for you. Gabby walked along the road. He turned left. حاول شمال. And then turned right. And then right. And then ايه؟ And then left. يبقى شمال في يمين في شمال. Left again. Soon Gabby didn't recognize the road. بس بقى دخل شمال في يمين في بتاع، ما عرفش ايه ريكوجنايز، يعني ايه يتعرف على الشارع. Are you lost؟ مين اي بي سي؟ Are you ابو منجل؟ Are you lost؟ Called an ibis. Ibis ده اللي هو الايه؟ طائر يعني، صديق الفلاح. Gabby had never seen such a strange looking bird. Strange looking. منظر ايه غريب، عمره ما شاف الطائر ده، غريب ده بالنسبه له. No, I'm not lost. I'm not lost. لا انا مش تايه. Pretended. يعني ايه pretended؟ ادعى. ادعى، مثل يعني. لو يقول لك انت خايف ولا ايه، تقول له انا مش خايف، يبقى انت كده بتدعي، بتتظاهر. Gabby didn't know that ibis could fly high above the land and tell him the way. الجمل اللي بيتكلم مش عارف ان الطائر ده ينفع ايه يطير ويروح السوق، يقول له السوق من هنا. Gabby saw a snake. شاف تعبان. Watching him from the branches of a tree. على فرع شجرة بيبص عليه. You look lost. لا خد يلا يا جابي، انت شكلك تايه يالا. برضو. No, I'm not. He said again. He wasn't telling the truth. يعني he tell the truth. يقول الايه؟ الحقيقة. يبقى هو ما كانش بيقول الايه؟ الحقيقة. Don't spy him. No, I'm not. He wasn't telling the truth. Anyway, على أي حال. Even if I was, you can't help. You haven't even got legs. أنت حتى لو أنا تايه مش هتعرف تعمل حاجة، ده أنت لا ما عندكش رجلين، تعبان أنت. He said unkindly. يعني قال له بإيه؟ بغير طيبة كده يعني، فاهم؟ كسر جبهته يعني. كسر خاطره يعني، كسر بخاطره، خاطر التعبان. Gabby didn't know that the snake went to the market every day to entertain the crowds. ما كانش عارف ان هو التعبان ده كل يوم يروح يتحزم ويرقص لمين؟ في السوق هناك. قصص جميله والله. يعني entertain، يسلي، كان بيروح يسليهم هناك. والمعزه اللي بتتكلم حاجات جميله كده. It began to get dark. It began to get dark. بدات الدنيا تظلم. Gabby saw a little animal on the road in front of him. What a funny looking creature. ايه يالا الحلاوه اللي انت فيها ده، انت فاني انت تضحك. creature يعني ايه؟ مخلوق. ايه المخلوق المرح ده؟ Look at those enormous ears. بص على الودان الكبيره دي. Hello said the
جربوع، جربوع اللي هو حيوان الجربوع ولا اليربوع؟ يربوع. يربوع، حيوان اليربوع شبه الجربوع. هو الجربوع، الجربوع ده اعرف يربوع او جربوع. ماشي. بس هو ليه الاسمين ده؟ يربوع او جربوع، بس اليربوع صحراوي، الجربوع هتلاقيهم عايشين وسطنا. جربيع ايه؟ هلو دو يو نيد اني هيلب؟ فاليربوع بقى قال له ايه؟ انت محتاج اساعدك؟ نو اي دونت. جايبي didn't know that the jerboa could hear the sound of the market traders. ان هو يقدر بودانه الكبيره ديت يسمع صوت مين؟ التجار. يعني ايه تريدرز؟ تجار. اوكي جود نايت. خلاص كل الناس عايزه تساعده وهو ايه؟ لا. Soon it was completely dark. هو فين؟ Okay, good night then. ماشي. Soon it was completely dark and Gaby understood he needed the animal's help. عرف ان هو كان محتاج مساعدة الايه؟ الحيوانات دي. He knew he was foolish. Foolish يعني ايه؟ احمق. يلا ها احمق ايه؟ احمق السقف. And he was sorry. He decided to go to sleep and to apologize. يعني ايه apologize؟ apologize say sorry يعني يعتذر. And ask for their help the next day. Recognize يتعرف. Apologize يعتذر. ماشي. عرفتوا يا جماعة القصة المثيرة دي؟ هات لي يا حبيبي بيج ديت. شوف بيج 156. read and match. listen. the jerboa. دول مين؟ اونلاين معانا امي. كمان امي. The jerboa Emmy could hear well. Could hear well. يقدر يسمع كويس. كان يستطيع. Two. It has the same A. Emmy A. A. Sounds as eight. يبقى ليها نفس الصوت زي كلمة eight. يبقى 2A. Thank you. حاتم. What's 12 plus 19? B. It's near 40. قريبة ل 40. ما هي 39. Near 40. The camel offered. Offered يعني عرض. ها عرض to ايه؟ help the villager. To help the villager. E وديت طيب نكمل. جابي offered to help قلنا the villager. بعد كده the jerboa could hear. where did the snake go every day? it goes to the market. أكيد يعني. what lesson did Gabby learn? اللي هو ايه؟ he was ايه نخطط عليها؟ he learned that asking for help is good. he learned that asking for help is good. ان هو طلب المساعده دي حاجه ايه؟ كويسه يعني. ما نتحركش لو عشان ما طلعش ايه؟ انا ما قلتش. داز يلا مين؟ حاتم قال. ميرنا. ميرنا نعم. عامله ايه يا ميرنا؟ الحمد لله. فطاري فين اول يوم في رمضان؟ معرفش. ليه شتيتة؟ ما تقريبا يوم هنا يوم عندنا.
ماشي. صون طيبين. داز وحضرتك وحضرتك طيب يا بس مستر. خالتي يا ابني، اعزمك ليه؟ انت خالتي انت بتقول حلو يا حلو ياسين. داز ها جرو داز جرو، داز جرو، في حاجة اسمها داز جرو؟ داز فارمر داز ذا فارمر جرو فيجيتابل. جرو فيجيتابلز. بعد كده اي داز ذا فارمر اي. يلا يا سلمى اي I have اي هاف a bad toothache. a bad toothache. toothache اللي هو ألم ايه؟ أسنان. الأسنان. ماشي. which يلا يا مين؟ مين؟ حلا يلا يا حلا. which مستر محمد ما قالش. محمد؟ أيوه. طب خليه يقول آخر واحدة. يلا يا حلا. Which animal does Gabby animal prefer? did which animal did هي does ولا did؟ ماشي does Doesn't. Gabby meet first. مش حاجة اسمها which first animal، مش حاجة which first animal، which animal اي حيوان قبله اولا. يلا محمد let's ماي let's my ايه let's my ده؟ ده الانجليش اتغير يا اولاد. let's يلا دور على الفيرب، يلا دور على الفيرب. ميك let's ميك make. كمل يلا let's make فور let's make هنعمل ايه؟ كيك طب يعني ايه يا جماعه؟ خلاص يا مثقف انت اهو، خلاص يا بابا. let's make ايه يا ابني؟ كيك a cake a a bird كيك ابرز ابرز داي لا a cake على طول مفيش مام a cake ها for ابرز my ايه؟ ابرز داي birthday birthday let's make a cake for my birthday. بيقول لك بقى ايه؟ going to the market and getting lost. نكتب يا ابني mom asking me ايش طب mom asked wanted to make a cake. ده انا اللي بقول، الراجل ده اللي هو انا على فكره، انا اللي كاتب. mom want اهدى عليا يا ابني. So لذلك she asked me طلبت مني to go to the market to buy some ingredients some ingredients. ماما ما كانتش عايزة تلف في السوق. I went to the market. أنا سمعت بقى كلام ماما.
I went to the market. I turned left, then right, then left again. I got lost. بتقول ايه يا حبيبي؟ انا بحب اكتب، من عيلة الكاتب انا. I got lost. I didn't ask anyone. لم اطلب من اي حد help. Sorry for help. خلاص. I felt sorry. I felt sorry. شعرت بالأسف. I learned a lesson. اتعلمت درس. اسكت يا حبيبي. ثانية مستر واحدة يا ممكن جماعة. احسب يا جماعة ثواني، اللي هو علق. I learned a lesson. It is a... ايه ده؟ What is this؟ What is this؟ What is this؟ ما هذا؟ What is this? استنوا يا جماعة بس، إن شاء الله حلو، إن شاء الله حلو. What is this? What is this؟ أين ما ذا؟ هذا؟ إيه ده؟ إيه ده؟